إذا نحن تكلمنا عن التايب كاستنج أو تحويل أنواع البيانات بالفيديو السابق، راح نجي لليوزر انبوت أو إدخالات المستخدم، وهون بتجي أهمية تحويل أنواع البيانات. طيب هون في عندي اليوزر انبوت أو إدخالات المستخدم، شلون بتعمل هذا الشيء؟ في عندي اللي تعلمنا سابقا إنه في عندي كونسول رايت لاين طباعة تستخدم لطباعة القيم. الآن بدنا نستخدم الكونسول ريد لاين للقراءة أو لإدخال من المستخدم. بالمثال التالي راح نستخدم اسم المستخدم، يدخل لي إياه ويخزن لي إياه بقيمة اسمها يوزر نيم، بعدين يطبع لي القيمة قيمة اليوزر نيم. لو شفنا هذا المثال، شغل هون في عندي مشكلة بالاونلاين كومبايلر. خلينا نشوف المثال اللي هون من الفيجوال ستوديو. طبعا ما في مشكلة، يعني انت بدك تحمل الكومبايلر مشان تتجنب هاي المشاكل تبع الاونلاين كومبايلر الفيجوال ستوديو. شايف هون بقول لي انتر يوزر نيم مثلا، بقول له لو يوزر نيم انتر، طبعا لليوزر نيم. إذن هي القضية، هو بتقول له ريد لاين رايت لاين انتر يوزر نيم، بعدين اليوزر نيم يساوي ريد لاين بياخدها من المستخدم، بعدين بيطبع لي اليوزر نيم هو اللي انت كتبته. كمان في عندي اليوزر نيم اليوزر انبوت ادخالات المستخدم والارقام. الكونسول ريد لاين ميثود بترجع لي نص، وثم انت ما تقدر تعمل المعلومات من نوع بيانات ثاني. مثال الانتجر، هذا المثال البرنامج التالي بيسبب لي ايرور غلط. هون عندي لو قلت له انتجر رايت لاين انتريور ايج، النتيجة راح تطلع لي امبليسيتلي كونفيرت تايب سترينج تو انتجر، يعني ما بيقدر يحول لي من نص لرقم، هون بيعطيني ايرور غلط ريد لاين. فمشان هيك انت لازم تعمل له تحويل نوع البيانات. هذا الغلط بقول لك انه انت ما تقدر تحول لي بشكل تلقائي من نص لانتجر. لحسن الحظ انت تعلمت بالفيديو السابق تايب كاستنج تحويل الانواع، هذا الشيء بيخليك تحول نوع البيانات خارجيا عن طريق استخدام convert to method convert to. هون شوف تعمل، بس بتعمل له convert to انتجر 32، بعدين بتحط الكونسول ريد لاين داخلها، فبيعطيك القضية ما في مشكلة. ملاحظة مهمة هون، اذا ادخلت ادخال خاطئ مثال نص كرقم ادخال رقمي راح يعطيك استثناء او غلط exception، رسالة غلط مثل انه system format exception، النص ادخال النص لازم يكون او ما كانش بالطريقة الصحيحة. راح نيجي للاكسبشن لبعدين شلون يعني تكتشف الاخطاء لاحقا. اذا هاي كانت اللي هي ادخالات المستخدم. طبعا الاكسبشن بالسي شارب المتقدمة ممكن نتكلم عنها بدورة مفصلة، كشف الاخطاء. اذا تكلمنا عن يوزر انبوت ادخالات المستخدم بالسي شارب،